السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد على دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تثبيت صفحة الجوجل أو أي صفحة أنا عاوزها كصفحة رئيسية على المتصفحات عندي. إزاي أقدر أثبت أي صفحة أنا عاوزها كصفحة بداية للمتصفحات عندي، سواء الجوجل كروم أو الفايرفوكس أو الأوبرا كمثال. تمام، طبعا أنت بتحط أي حاجة أنت عاوزها، ولكن أنا هحط مثلا جوجل دوت كوم. تمام، احط جوجل دوت كوم زي ما هي قدامنا كده، عايز احطها صفحه رئيسيه ليه. طيب هنبدا بالجوجل كروم، هنروح على الثلاث نقط اللي احنا شايفينهم دول، وهنختار السيتنج، ومن السيتنج هنروح على سيت بيج. تمام، اوبن سبيسيفيك اللي هي دي سيت بيج، هنضغط على سيت بيج دي اللي قدامنا، واحط هنا الايه www.com google.com. تمام، واقول له اوكي. تمام كده خلاص، بقى عندي الايه الاساسي عندي بقى زي ما قلت لحضراتكم، هيبقى الاساس عندي الايه جوجل. تمام، طيب هروح بعد كده نروح للاوبرا، هروح هنا الاوبرا اقول له سيتنج، معظم في السيتنج هنا سيتنج اهي، وهقول له يا سيدي، هقول له برده سيت بيج نفس طريقه الجوجل كروم. تمام، وهحط هنا البيست الجوجل دوت كوم، هقول له اوكي. تمام، طيب فايرفوكس بتختلف شويه، هنروح برضو على هنا ثلاث شروط فوق بعض، وهروح على الاوبشنز. تمام، اوبشن جميل، هو شايفين احنا هنا هنختار شو ماي هوم بيج، واقوم حاطط هنا اهو www.google.com، واقول له خلاص هو كده حفظها. انا لو جيت ارجع لها تاني كده لان هي اتحفظت اهي. تمام، يبقى انا كده من جوجل كروم على السريع، بس الثلاث نقط دول هنروح على سيتنج، وهنحط سيت بيج هنا بيس، وهقوم حاطط جوجل دوت كوم. تمام، طيب بالنسبه للاوبرا، اوبرا نفس الكلام، هروح هنا المنيو هنا، واروح على السيتنج، وهحط السيت بيج هنا، اضغط عليها، هقول له بس، اقول له اوكي، وهكذا. هروح للفايرفوكس نفس الكلام، هروح ل ثلاث شروط اللي في اقصى اليمين العالي هنا، واضغط على اوبشنز، وهحط هنا ايه جوجل، وهنا طبعا هتبقى ايه سيت ماي هوم بيج. بس اي استفسار تحت امركم، لو الفيديو عجبك اعملوا لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعملوا مشاركه، لو مش مشترك معانا قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكونوا مشتركين معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.